في ايه؟ انا هقولك عشان حاسه ان انا مصدقك، وانا اغلب الوقت بمشي ورا احساسي زي ما انا حاسه بالظبط ان صفوت بريء. امشي ورا احساسك مش هتندم، ما انا مش اخونك. حبيبه قالت لي على اسامي الادويه اللي هي كانت شغاله فيها واكتشفت انها فاسده، وقالت لي شركات الادويه دي دافعين ملايين لدكاتره وباحثين علشان يزوروا ابحاث تقول ان الادويه دي سليمه وفعاله. الادويه دي ماليه السوق وبتعمل مكاسب رهيبه. بس الكلام ده ما كانش موجود في التحقيقات، ما اتقالش ليه؟ انا كنت هعمل كده بس خفت، وكنت حاسه بالتهديد طول الوقت، وخفت على امي. سافرت معاها المنصوره طول فتره المحاكمه وما رجعتش الا يوم النطق بالحكم، ومن ساعتها وانا حاسه بذنب رهيب اتجاه دكتور صفوت وحبيبه.